والنبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم، وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف القرحي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي، وإلى قدرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح سادتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سباه عبد الرحمن كنجر سباه سراج الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روح صاحب هذا المناقب سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخصوصا إلى روح صاحب السر الوفي والأخلاق النقي والفهم الصافي سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومحبيه ومعتقديه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قوف إلى قوف ملة سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح من استمعناها هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم وتلونا ذلك من أجلهم سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سبا سراج الدين قرطا سبا عبد الرحمن كجر قرطا شيخ أحمد أسراري الإسحاقي رضي الله عنه الشيخ محمد عثمان الإسحاقي رضي الله عنه السيد الحبيب محمد بن بفقه بولمن يهجي عبد الرحمن منادي بولمن حبيب حسين الهندوان قرطا يهجي مستوري دمن هرين قرطا يهجي بشرى بايسان يهجي مافوت بايسان يهجي عثمان قوان يهجي مسلح مرنجن يهجي زهري قوارون كيي ملازم يهجي أحمد خليل كيي سيف الدين جيكال باقال سسبوه دي ساتونغو Ki Pamenggolo Nyai Saminah Ki Kromo Yudo Suro Kuning Sedaya Kepala Desa Tungu Engkang Sampun Sumare Sedaya Perangkat Desa Tungu Engkang Sampun Sumare Sedaya Pejuang Agami Islam Desa Tungu Sedaya Ahli Kubur Engkang Sami Mensukseskan Lewat Kertas Amplop Arwah Jamak Lan Sedaya Ahli Kubur Engkang Sami Rawuh Wonten Ing Acara Majlis Zikir Dalu Menika Wa Usulihim Wa Furu'ihim النبوه يتقبل منهم ويشاهم برحمة والمغفرة ويؤمهم بردوان والكرمة ويعلي درجاتهم في الجنة النعيمة عند قدرته العلية ويلحقهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى قدرة صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وعوانه أسماء وأصولهم وفروعهم على نية الصدق والقرآن قبول وحصول الآمال والمعمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حافظ يا نصير يا وكيل يا يا وكيل يا الله
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
وعن بدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مسائل القدرة ونكسب جميع الطرق وإلى أرواح سادتنا وأبائنا الحسن والحسين وأولئك أجمعين وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا عباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روبي قطبي الرباني والقسمتان والسنوراني سيدنا شمس القادر جيلاني ومشايخي وأزواجي وذروان لبيت أجمعين وإلى روحي سيدنا سيد جابان قسم برجانجي وإلى روحي صوفياتي وذيباتي عمي ماتانيا سيدنا سيد محمد عثمان الإساقي وسيدنا سيد أحمد أسر الإساقي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخياء من والأموات جميع الجهاد وإلى صوفياتي الحاجة ولبيت عون أجمعين وأصول فروهم على نية ستي والقبول بحصول الأمان مأمول بجاي وسامة الرسول صلى الله عليه وسلم باركة الجيلان والبرجان والإساقي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من كمل شديد وخالص الدين وعلى جدر رسالته من بين الخوانج وأيده بكماد الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالركي إلى أوج المعارف والحقائق وفضلهم من بخور مواهب لدني لدرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا داد الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بباد الله تعالى بصبر الإرشاد على الصراط المستقيم وأن الله عليه وعليهم زاكي الصلوات وتسليم ووفقنا للاهتداء بهدى والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاه أنوارهم في قلس الجهل البهيم ما أضرت مناكبهم بعد الأسماء الوائية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهود إلى الله دائية أما بعد فيقول المتكر إلى فضل الكريم الموجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزاجي هذه نبذة من أحوال القدب الرباني والغود الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء سالكين نايلين من بحر الحقيقة والقارفين السيد الشريف والسند لطريف الخسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد الشيخ أبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغه وتعالى بنفسه القوي والخفي جنة الكرم والأمان وإن ندمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بدرري أسماء الحاضرين عند أمل مهمه وحوله يدخله من كلام بعد ألباب الطريقة ومن له في خلوة شيخ يكينة مكمة ومحمة وثيقة كالشيخ أبد الوهاب شراني الذي لاح له الفلا وسرج دمسك صاحب كتاب تاج الأرواح رغبة في نشئ أحوال الكمل وبث مناجب الأخيار واستوزانا لصيب الرحمة والبركات الجزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنل من حديرة القدس ذهب الفيوضات الإلهية فبصرته بوسائط من لآل تراذيئا وطلب الإمداد بأسراره فليجعل من ذكره الغادرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته من الجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ أبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. فأقول هو الشيخ الكامل والجميد الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور السادئ البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة.
ابن أبي صالح موسى جاك دوسات وكيل جاك دوسات ابن عبد الله بن يحيى زيد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى جون بن عبد الله المغض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبت بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبوك أن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح يمودا نسب له في وجه آدم لما مرحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه ماذا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء دبرستان في سنة 71 وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان إناية من الله تعالى به ولما طرر وسار إلى طلب العلوم وقصد كل بفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطب دليل وتفق بأبي الوفا علي بن يقين وبالخطاب الكلوداني محفوظ بن أحمد الجليل وبالحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما ترس لدي رائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وكتب الاقتباس وخدع المطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبس ميد القاضي أبي سعيد المبارك الخرقة الشريفة الصوفية وتأدم بآدم الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالات بهمته الأبية أخذا نفسه بالجد مشمرا أوسائد اجتهاد نبذا لمعلوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مقد 25 سائرا في سحراء الرك وقراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمر يسرفونه وقاس في بداية أمره الأوطار فما تركه لن إلا ركب كفر من الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه خرقة يمشي حافيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه عليه يمشي فيها وإقاطة الشر وكمامة البقل ترمى ومرق الحسيس بوشاد النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء ومكي مدة لم يكن فيها طعاما فلقيه إنسان فأعطاه سرة درهم إكراما فأخذ من بعدها خبزا وسميدا وقبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت شهوات فعبادي نستعين بها على الطاعات وأما الأقوياء فلهم الشهوات فأدرك الأكل وأخذ المنديل فأدرك ما كان فيه وتوجه بالقبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وأرف
اللهم اغشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورافق الخضر على نبينا وعلى افضل الصلاة والسلام اول دخوله العراق، ولم يكن الشيخ يعرف وشرط عليه الخضر ان لا يخالفه، والمخالفة سبب الفراق. فقال له الخضر: قد ها هنا، فقعد في المكان الذي اشار بالقعود فيه 3 سنين، يأتي في كل سنة مرة ويكون له لا تبرح عن مكانك حتى آتيك. ونام مرة في عين كسرى من المدائن في ليلة باردة، فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل، ثم نام فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل، ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة. ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة، وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين، ولا يجلس ولا هدث قط، ولم يزل الاجتهاد دابه حتى تركه من الله الحال. وانا هذا الوصال وبدت له انوار الجمال، فخرج على وجه الوجيه لا يعي غير ما هو فيه، ويتظاهر بتخلص والجنون حتى قمل إلى المرأس مرات إلى أن اشتهر أمره، وفقد أسره علمه وعمله وزهده ومعرفة ورياسة وقبولا. وترصد وصار ذكر مصير الشمس، ووكي أنه اجتمع له 100 فقيه من علماء بغداد، وجمع كل واحد منهم عدد مسائل، وجاءوا إليه ليمتحنوا. فلما استقر وأدرك الشيخ، فظهرت من صدره باركة من نور، فمرت على صدور من فكيه، فما اسمى في قلوبهم، وبهتوا وطربوا وصهوا صيحة واحدة، ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم. ثم صعد الشيخ على الكرسي وأجاب جميع مسائلهم، فاعترفوا بفنه وخضعوا له من ذلك الوقت، وكان راضيا من يقرأ في 13 علما: التفسير، الحديث والخلاف والوصول والنحو والقراءة وغير ذلك. وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه، ويقولون: سبحان من أعطى ورفي لمرة سؤال عجز العلماء عن جوابه. صورة رجل حلف بالتلك 3 أنه لا بد يعبد الله تعالى عبادتين ينفرد بها دون الخلائق جمعنا في ذلك الوقت، فما خلاصه؟ فقال رضي الله عنه الفور: خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له، فيطوف أسبوعا واحدا، وتنحل يمينه، فلله دره رضي الله عنه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه
وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطلس ويركب البغلة وترفع الغاشية، وإذا تكلم جلس على كرسي عال، وكان في كلامه سرعة وجهر، وربما خد في الهواء على رؤوس الأشهاد، ثم يرجع إلى الكرسي وكان فقده كله معمورا من طاعات. قال خادمه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي: خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. منتدى 40 سنة. وكان يصلي الصبح بهدوء العشاء هذه المدة كلها، وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين، وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا إذا طلع الفجر. ولقد أتى الخليفة مرارا بالليل قصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح: بطلنة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا، ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، ثم يقول: المحيد الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9000، ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصري، ثم يصلي قائما على قدم يسر القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني، وكان يطيل سجوده جدا، ثم جلس مدمجيا مراقبا إلى طلوع الفجر، ثم يأخذ في الفاتحة والدعاء والتذلل، ويغشه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال: وقد أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم، وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول: لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدر الإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء. قال: ورفع إليه مرة شخص ادعى أنه يرى الله تعالى بعيني رأسي، فقال له: أحكم ما يقول عنك؟ فقال: نعم. قال: فجدره وانتهره وعاده على أن لا يعود إلى ذكر ذلك. ثم التفت الشيخ إلى الحاضرين سائلين له: أموك هذا أم مبدل؟ فقال: هو محق في قوله ملتبس عليه، وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال، ثم خرج ببصيرته مفد فرأى بصره بصيرته وشعاعها متصل بنور الشهود، فظن أن بصره رأى ما شهدته بصيرته، وإنما رأى نور بصيرته قد وهو لا يدري. فاضطرب العلماء والصوفية من سماع ذلك الكلام ودهشوا. قال: وذكر أنه يرى له مرة من المرة نور عظيم أضاء به الأفق، وبدا له في ذلك النور سورة، فنادتني: يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة.
أنا ربك وقد بحت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسئي يا لعين قال فإذا بذلك النور ظلم والسورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في إحكام منازلي والقضاة بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقلت لربي الفضل والمنة فقيل لشيخ بما عرفت أنه شيطان فقال من قولي يبحث لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوه ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على دم قبله هدية فقال له الشيخ أرسل ما بدلك وهدر معه فهدر الخليفة عند الشيخ وهو شيء من التفاح وإذا كل التفاحة مشهود موقع فقال للخليفة كيف تلومنا على دمكلنا من هذا وكل وشوم بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يديه فيقف بيد شيخ كأحد الناس وصيبه إلى أماس وكان رضي الله عنه مع جلالة قدر عبد سيدي وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجلسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير الصابر أضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أضل منهما والفقير الصابر الشاكر أضل من الكل وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبلي وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا ولا تذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتنطحوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تختر الجاف النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة سجلبتها أم لا والبلوى حالة بك وإن قريتها فسلم لله بالكل يفعل ما يشاء فإن جاءسك النعماء فاستغل بالذكر والشكر وإن جاءسك البلوى فاستغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلكه وإنما تتهلك خطبرا
وكان يقول لا يصلح لمجلسة الحق تعالى إلا المطهرون من رجس زلاس ولا يفتح إلا لمن خلع الدعاوي والحساس ولما كان الغالي ولا الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليصلحوا لمجلسته وقربه شعروا بذلك ولم يشعروا وكان يقول إياكم أتحب أحدا أو تكره إلا بعد رد أحفالي على الكتاب وسنة كي لا تهبوا بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب إني وليس إني من دبس الدنيا وعسل الآخرة ومن كرامته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه أسفور فرفع رأسه ظهر الأسفور ميدا فغسل الثوب ثم تصدق بيان الأسفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارة ومن كرامته عيد أن امرأة نتته بولدها لتشوقه إلى صوبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلام ورأته يوم النخيل ورأته يقوله بيشعير ودخلت على الشيخ ووجدت بين يدي عتبة جياية ملعوقة فسعدت عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال نهاكم بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية صاعد لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليقل ما شاء ومن كرامتي أيضا أنه مر بمدرسه ذات في يوم شديد له فشوشا بصيائها أنا الهاجرين فقال يا لي أهدر عسها فوقد وقدها مقد ودرس فنزل عن الكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم فأيت مضارت سوية بي لله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن كرامته أن أبا عمر أثمر شرفي وأبا محمد بدل كلامي رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي الشيخ بمدرسته يوم الأحد ذلك صفر سنة 55 فذود الشيخ وانا مقامه وصلى ركعتين فلما سلم صرح صورة نديمة ورمى برادتك مقامي في الهواء فقام بدل بصارينا ثم فعل ثانية وكذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أذن على سؤاله ثم قدمت قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إن معنا لشهنة ترى فاستدناك فقال خذوا منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من أرين وحز والقبقام بعينه فسألناهم عن المعنى في ذلك
فقالوا بينما نحن سائلون يوم الأحد ثالث صفر إذ خرجت علينا أرب لهم مغنمان فانذهبوا أموالنا ونزلنا على شفين الوادي فقلنا لو دخلنا الشيخ وابن القادر رضي الله عن الفاتحة. فنذلنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا أذكرنا وجعلنا له شيئا فسمينا سرتين يديمتين ملأة الواد ورأيناهم مذعورين فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعضهم فقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وذروا ما قد آمنا فأضعوا بنا إلى مقدمين فوجدناهما بينين وإذ كل منهما فرض مقابل بدلة بما فرضوا علينا ما خضوا وقالوا لنا إن لهذا الأمن نبا نظيما ومن كرامته أنه جاءه رجل من السيار له مولاة النصر وقطع يد المعزمين فقال الشيخ هذا من دم وادي سلنتيم واسمه خالص وإذا سنيت فقل في أذنيا يا خالص وعبد القادر رضي الله الفاتحة. المقيم بغداد يقول لك لا تغنك فذهب الرسول وقام 20 سنة ثم قدم وصل وأخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يؤد يسرع إليها إلى الآن وقال بدر سيد عزم كثو بغداد 40 سنة في آيات الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. ولا يقع فيها زرع لا أهد فلما مات وقاصر ومن غرامته أيضا نسل سدا من أشياء جيلان أتوا إلى زيارته قد سموا سرا فلما دخلوا عليه لبرك مهجيا إلى غير جهد القبلة والهادي واقف بين يديه ونظر بعضهم إلى بعض المقنين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهد القبلة وقيام الخادم بين يديه وقد الشيخ كتابا بيده ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فمقامينا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فنار وطاف الإبريق وهده إلى القبلة ومن كرامته أن أبا المدفر حسن بن تميم البغداد يدجل جاء إلى الشيخ همام بن مسلم بن درود دباس رحمه الله تعالى في سنته 120 و500 وقال له يا سيدي كنت يثق في لدن إلى الشام فيها بضاعة بسمم دينار وقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وخدمانك وخرج من إيده مغموما فوجد في دارك الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. وهو شاب يومئذ فقال له ما قاله الشيخ هماد فقال له سافر تذهب سالما فترجو غانما واضمن علي في ذلك فسافر الى الشام وقبض أداه ب1000 دينار ودخل يوما الى سقايته في حلب والله يا جد الانسان فوضع 1000 دينار على رفض من السقاية وخرج وترك ناسيا واتى الى منزلي والقي عليه النؤاس فلما فرى في منامه كأنه في قفلة قد خرجت علي الهرم وذهبوها وقتلوا من فيها وأتاه هذا فضربه برفده فقتله فهدم فزيا فوجد 10 دم في عنقه وحسن بالألم فذكر الألف مقام مصريا إلى السقاية ووجدها في مكانها سالما ورجع إلى بلده فلما دخل قالها قال في نفسي عبادته بالشيخ همات فهو لسان والشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة.
فهو الذي سهد له فلك الشيخ هماده في أثناء الليل الخادر في سوق سرطان، فقال له يا أبا المدبر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه محبوب ولقد سلوى فيك 17 مرة حتى جعل ما قدر عليك من القدر قد تمناما ومن الفقر إيانا نسيانا، وجاء إلى الشيء عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له بدنا أن قال لك الشيخ هماد إنني سأطوها فيك 17 مرة وإزة المعبود، لقد سأطوها تعالى فيك 17 و17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامته أيضا أن الشيخ علي بن الهدي الشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الأسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشهيد قد سواه سرا، فوجد إنسانا شابا ملقا على قفاه، فقال للشهيد الهدي رضي الله عنه يا سيد اسواني أناشي. ولما ذكره له أبوه له بكلي قد وقته هنا، فخرج إلى رجل الملك ورفه بذلك، فقام الرجل وخرج من قوة في درس وضر في الهواء، فرجع إلى الشهيد رضي الله عنه وسأل عن هذا الرجل، فقال إنه مر في الهواء وظن في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته أنا، ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كراماته أيضا أن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن طنطرة البغدادي رحمه الله تعالى، قال يوم وفاة الشيخ أبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. قد سوى وسره ونور دنيا، كنت أستقل بالعلم وأسر السهد رغب أجدا له، وخرج ليلة من دني في سفر سنة 53، فنوادوا بريقا فلم يهد وقصد باب المدرسة فأشار إليه فبدأ وخرج وعرض الفه، وأنا أقول في نفسي إنه لا يشر بي. ثم أغلق ثم باب المدينة كذلك، ثم مشى بعيدا فإذا النعال بولدة لا أعرفها، فدخل مكان غريبهم فإذا فيه ستة برجال قود، فلما رأوا الشيخ وأنتموه وبدله بسلام إليه، والتجت إلى ثانيتي فسمعت عن النمي ذلك المكان. ثم بدا يسير سكان ذلك الأنين، ثم دخل رجل إلى تلك الجهة الذي فيها الأنين، وخرج يعمر رجلا من ذلك الجانب، ودخل شخص مقصور طويل الشارب، فوقف بين يدي الشيخ فأدى عليه الأهد بشهادتين، وقص رأسه وشارب وألبس ضاقية وسمى محمدا. وقال للستة قدامة يكون هذا بدلا عن المين، فقالوا السماء وطاع، ثم خرج فتركهم وخرج دمع، ومشينا غير بعيد، وإذا النار عند باب بغداد ففتك أول مرة، ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخل دارا، ثم في القد جلست بين يديه أقرأ فماتني هيبة، فقال يا بني اقرأ أنا عليك، فأقسمت عليه أي مين إنني ما رأيت باللمس، فقال أما البلد فأنا وعد، وأما الستة فهم لبدال النجبا، وأما صاحب الأنين فسامعهم كان مريضا. فلما عذرت الوفاة وجد عذرت وفاته، وأما الذي أمنه ولا آله فأبا اللباس الغادر عليه السلام أعطاه ليتولى أمره، وأما الذي أعطى عليه الأهد فالأسراري من القسطنطينية أملت يكون إمود عن المتوفى، وهو الآن منهم غناب الأسان.
وأخذ علي العهد أن أحدث بذلك لحد ما دمعي وقال أحدا من إمشي إنسني في حياتي وذكر الشيخ عبد الله المصري أن الإمام المستجد من لهي المدفر يوسف يا إلى الشيخ قد سواه سره وسلم عليه واستوصى ووضع بين يديه مالا في أسرة قياس يعمل أشراط من الخدام فرد الشيخ فأبلغني فدو إلا أن يقبلها وخلها على شيء فهذا الشيخ كسني منها في يدي وهما عين الأكياس وأسنها وأسرهما فسانا دما فقال لشو الخليفة أما تستعي من الله تعالى أن نعود دم الناس فتغى من أنيب فقال شريفة في الآل فقال الشيخ عزة المعبود لولاه المطوط صالح برسول الله صلى الله عليه وسلم لطرد دم جليل منزلي قال عبد الله المذكور وشهد الخليفة عنده يوم فقال لشي أريد شيئا من الكرامة ليد بين قلبي قال وما تريد ولا تفهم من الغيب ولم يكن نواله بالإراق فمد الشيخ يده في الهواء فإذا في يد فاهدان ونولوا إهداهما فقسم الشيخ الذي في يدي فإذا الهيم وضعتف منا رائية المسك وكسر الخليفة أخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه التي بيدك كما ترى وقال كما أرى قال الشيخ يا ما المدفر هذه لمستها يد الدالم فدفدت كما ترى وهذه لمستها يد الولاية فضامت وقد قدمت قصة تفاه الذي جاء به الخليفة للشيخ وكرامته أكثر من أطوصا وأعظم من أطوصا رضي الله عنه وأنا برضائه الرفيع ومدنا بمدده الوسيع اللهم انشر نفعات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ما مر مسلم على باب مدرسته إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يشيق في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولابد أن يرحمه وتعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ وقال رضي الله أثره سيل الحلاج أثرته فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده ولو كنت في زمنه لأخذ بيده وأن لكل من أثر مرقومه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كل ما عذر حيا وميتا فإن فرشي مشرشور محشوم وسيفي مشهور وقوسي موتور لهفد مريدي وهو غافل وقال رضي الله أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأهوال أنا بهر بلا سائل أنا المغفود أنا الملهود يا شوام يا قوام يا للجبال دق جبالكم يا لسوامه ادوى سواميكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا بطال يا أطفال يلموا إلي وخذوا عن البهر الذي لا ساهل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا خطرتك لنفسي ويقال لي 70 مرة ولتثنى على عيني
وإسد ربي إن سعداء والأشياء يردون لي ويقفون لدي وإن نرعني في اللوح المحفوظ مقيم أنا غائس في بريم القديم أنا جد الله عليكم يوم النار أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارده يقال يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة تكلم يسمى منك قول الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة بهاك عليك الشرط وما قد حتى قيل لي بهاك عليك قول وأمنتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيا وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوا بي وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الحاجبين أريد اليد طويلها أريد الصدر نحيف البدن ربع الكومة جواري الشوت بأي الشوت سريع الدماء شديد الغشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش وأقربهم من الحنق شديد البأس إذا أعطيك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسي ولا يغشر لغير ربي ولا يرد سائل ولو بأحد توبي وكان التوفيق رائدا والتأييد مؤاردا والعلم مهدبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزا والمعرفة حرزا والختام مسيرة واللهد شفيرة والأوس نديمة والبسط نسيمة والشدك رايدة والفتح بدعدة والإلم ديئدة والذكر السميرة والمكاشفة غداء والمشاهدة شفاء وأدب الشريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة قدم التوفيق والموافقة ما أتبري من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد تفريد مع الخضر في موقف العبودية بشر قائم في موقف الأبد يدي لا بشيء ولا لشيء وكان عبوديته مستمدة من مد كمال الربوبية فهو بدو سماء مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأهواله أدر من الشمس الظهيرة وكانت وعده دامت علينا بركاته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ضعي يجار ويقصد من سائر الأقدار رضي الله عنه ونفنا بأسمائين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشرنا فهادر رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي يودادها لديه وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الامتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواق والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساط العندي وبالسالكين على منهاجه الأنور والمغترفين من منهل معارف الأعذاب الأزقر
أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قدب يا إمامان يا أوداد يا أبدان يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أي الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا قدب القاهر يا قدب الرقائق يا قدب الساقير افرح ابن ساجد العرش يا أهل الغنى بالله يا قدب الخشية يا أهل عين التهكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد السد يا ملامتيا يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورث الظالم لنفسه منكم والمقدسين والسابقين بالخيرات أيها الأرواح الظاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الظلمات كونوا عونا لنا في نجاح الظلمات كونوا عونا لنا في نجاح الظلمات وتيسير المرادات وإنهاد العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الهجم الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله
كما أخضرتنا ختم كتابك الذي أورمت فيه عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرض لثوابه الجسيم وحذرتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى أرصاد القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق دادنا منا الرحيل وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من هجوم الغيوب وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قنائد في الأعناق اللهم لا تقل يدا إلى الأعناق كفا تضرعت إليك وتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأمكان الجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسماء تلذلت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السهرية وتعطرت المجالس بعرف أحبار الأحيان الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فادرك إلهي ترى قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللئيم يا أرحم الراحمين
يا ربنا يا مجيب هذا السامع القريب وقى الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العناء عنا وتدني الغنى منا وكل لنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصالحات يأمر بالصالحات محق للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل طغام يقيل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي عطاك ربي تزيل و
يا ربي ضاق الخناق من فعلي ما لا يطاق فاظلم بفك الغلاق لمن بذنبه يرهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب وانشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب وانشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأنسى ختام إذا دان الإنصرام وهان كين الغمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فلنا تهز الليل
رسول الله جد القدر ولي الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلق والإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم عليه وبارك عليه. صلي خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها قصوى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخزن الخوادم واستسقى الغمام في وجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمعلمينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة وراحة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات موتنا ونسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك وجودك يا كريم اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس من سورة الفاتحة من سورة ياسين ومن سورة الإخلاص من سورة المعوذتين ومن قراءة مناكب الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن الصلوات وما بعدها من التهليل والتحميد والتسبيح والصلوات بعد القبول عندك هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة هدية واصلة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أزواجه وذرياته وأهل بيته وقرابته وصحابته أجمعين وإخوانه من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمصنفين والمفسرين والمحدثين والقراء والحفاظ المجودين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله الصالحين المحققين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة مشايخ أهل الطريقة المعتبرة النهلية وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومريدهم رضي الله عنهم ورحمهم وإلى حضرة أولياء الله في العالم وإلى حضرة أولياء الله الأولياء التسعين الذين بلغوا دين الإسلام في بلادنا إندونيسيا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة مشايخنا الكرام من أهل الطريقة المعتبرة وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومريدهم وإلى حضرة خصوصا لحضرة سمبه سراج الدين قرطو وإلى حضرة سمبه عبد الرحمن كنجر قرطو وإلى حضرة الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي رضي الله عنه ثم إلى حضرة روح الشيخ محمد عثمان الإسحاقي رضي الله عنه حضرة السيد الحبيب محمد بن بفقه بولمان وإلى حضرة روح الشيخ يحيى عبد الرحمن منتي بولمان وإلى حضرة الحبيب حسين الهندوان قرطو وإلى حضرة الشيخ يحيى مستوري دمنهوري قرطو وإلى حضرة الشيخ يحيى بشرى فيصل وإلى حضرة الشيخ يحيى محفوظ فيصل حضرة الشيخ يحيى عثمان غوان وإلى حضرة الشيخ يحيى مسلم مرنجين وإلى حضرة الشيخ يحيى زهري كوارن وإلى حضرة الشيخ يحيى ملازم وإلى حضرة الشيخ يحيى أحمد خليل وإلى حضرة يحيى سيف الدين وإلى حضرة جكال بكال سسبوه دي ساتومو وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة كي بامنغولو وإلى حضرة نيي سامينا وإلى حضرة كي كرومو يوتو سورو كونينغ وإلى حضرة ستويو كبالا دي ساتومو إنكاغ سامبون سوماري وإلى حضرة ستويو برانكات دي ساتومو إنكاغ سامبون سوماري وإلى حضرة ستويو بجوان أغامي إسلام دي ساتومو ستيانيبون وإلى حضرة ستويو أهلي كبور إنكاغ سامي mengsukseskan lewat amplop menika lewat arwah jamaah menika lan sedaya ahli kuburipun ingkang sami rawuh wonten ing acara menika lan sedaya ingkang prijami ila hadirati jami ahli kubur man hadar fi hadzal majlis wa usulihim wa furuhim wa ila hadirati arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa ikhwanina wa akhwatina وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن لهم حقوق علينا ولأرواح جميع القبور أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة في النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة عليهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات واضعف لهم الحسنات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي ادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا فارحم والدينا. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. صل على محمد يا ربي صل وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تغط رجانا. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا يا ربي تغشانا بنورك، يا ربي حفظك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي أصلح كل مصلح، يا ربي وكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صلي عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا يا رفيع الشان.
عشاني والدرجي ربي فانفع المانه السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبهه الآهل والمائل والطالئ والغارب ويواخذه الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين السلب والترائب لا لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الحدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والكوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منحها من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم أرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراكي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أكله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية، مكحولا بكحل الهداية، فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء، ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائك كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات، ورجع كل جبار من الجن وهو بصلة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سنه النور الساتع، وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأحداهم إلى الحق طرقا، كان حلقه القرآن وشيمته الغفران، ينسه للإنسان ويفسه في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم هشا ولا ضرا، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماس ولا أياب، وإذا سر فكأن وجهه كعد القمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجون من كلام أهل ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت عن ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من تبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي يتيب فيه أياما وإن تغيب، ويجاد منه أحسن تيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة، قال بعض واصفه ما رأيت من دلمة سوداء في حلة خمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار عمته، واسترنا بذيل حرمته، واسترنا خذا في زمرته، واستعمل سنتنا في مده ونصرته، واحينا متمسكين بسنته وطاعته، وعمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا المستضعفين بخلق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة، ولا تجعل من خاف إلينا أنك قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا خسلت بما توبة الذنوب وسرطت بالمغفرة عيوبا. اللهم إنه كان من في سنة الموادية إخوان من الخطر عن الوصول إلى مثلها، فلا تنم من ثوابه هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سترنا من أصحاب القبور، ووافينا لأمر يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لعليك الذاكرين، ولنعمائك الشاكرين، وليومك من الذاكرين، واحينا بطعك مسحولين، وإذا توفيتنا وتوفنا خير مفتونين ولا محدولين، واحتم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين، اللهم اغفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه دنيا السالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا الشفيعة، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسكنا من خوت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
شربة حنيئة لا تدمع بعدها عابدا، واسترنا تحت اللواء خدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا خير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita ikuti bersama majlis zikir majlis Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga majlis qiraatul manaqib li sultanil aulia sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dalam rangka haul disakrumu. Untuk selanjutnya dimohon sambutan dari kepala desa Desa Tungu, yaitu Bapak Isman. Waktu dan tempat kita haturkan. Wah, masyaallah Muhammad. Yeah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat niki. Wonten pengaosan zikir tahlil, zikir akbar. Kula maos selawat jenengan jawab kirang keras. Kula maksud nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uddatam milisani yafqaulu qali amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim, para kiai, para habib, para habaib, para masayih, panjenenganipun Habib Muhammad Al-Idrus, dumateng panjenenganipun Habib Muhsin Al-Munawar ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Zain Assegaf ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Haidar bin Yahya ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Hasan Barokbah ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Riza Al-Jufri ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Abdullah Al-Hidwan ingkang kula hormati, panjenenganipun Habib Asyih Al-Hidwan ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Fathur Rosyad ingkang kula hormati, panjenenganipun Agus Abdul Hamid ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Kiai Haji Aris Munawir Khalil ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Almatul Hususiyah ingkang kula hormati, dumateng sedaya pengurus Al-Hikmah sewilayah Kecamatan Godong ingkang kula hormati, dumateng pengurus At-Thariqah
sewilayah Kecamatan Godong, wilayah Kroto ingkang kula hormati, teman-teman Usafi Kofler Community, pengurus Yayasan Badan Wakaf Masjid Baitul Jabbar lan ugi pengurus takmir Masjid Baitul Jabbar di Satungu ingkang kula hormati. Mboten sanes dumateng panjenenganipun Romo Kyaji Nur Hamid selaku ketua panitia Al-Khidmah Desa Tungu ingkang kula hormati berserta rincang-rincang lan ugi sedaya panitia Korwil sewilayah Kecamatan Godong, Korwil sewilayah Desa Ngroto ingkang kula hormati. Saderengipun kula matur, semoga kula ajak kanthi sesarengan ngadang-adakan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten kula panjenengan sedaya tasih pinaringan bagas kewarasan sehat sehingga saged angkrawuhi zikir akbar maudi Rasul wonten ing Desa Tungu. Alhamdulillah, walaupun panggenanipun kathah sanget seket-seketan panggih, namung alhamdulillah saged menikmati kula panjenengan sedaya saged nggih menika zikir sareng-sareng, manakib sareng-sareng, nggih menika manakipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, monggo kita syukuri kanthi ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang binjangipun kula panjenengan sedaya tentu badhe nggih menika nenggo-nenggo syafaatipun minat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun para habib, para habaib, para masayih, sedaya kiai, para kaum muslimin muslimat, khususipun warga Desa Tungu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula wau kesupen perangkat kula dereng kula hormati. Terus nggih sedaya perangkat Desa Tungu, sedaya lembaga pemasyarakatan Desa Tungu, BPD, RT RW, tokoh masyarakat, Muspika, mungkin saking kecamatan, saking Kapolsek dan Ramil, lan ugi anggota Linmas Desa Tungu, Banser sewilayah Kecamatan Godong ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten. Mboten konsentrasi niki. Di kula lajengaken nggih suwau pun ngraosaken syukur kula panjenengan sedaya saged hadir wonten ing majelis zikir akbar wonten Desa Tungu Masjid Baitul Jabbar. Alhamdulillah kula selaku kepala desa merasa terenyuh kehadiran panjenengan sedaya. Kranten nggih menika semangatipun panitia khususipun Korwil wilayah Kecamatan Godong, Korwil wilayah Ngroto ingkang ngawontenaken kegiatan nggih menika zikir akbar maos manakib wonten ing Masjid Baitul Jabbar. Kula selaku kepala desa matur nuwun sanget atas kerawanipun panjenengan sedaya. Kanti kula ucapaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kula ucapaken sugeng rawuh, sugeng pinarak dipun sekecaken anggenipun pinarak awit nggih kawontenan. Mugi-mugi tahun ke depan saged nggih menika tambah semangat anggenipun ngawontenaken kegiatan zikir akbar wonten ing Masjid Baitul Jabbar Desa Tungu wonten nggih Pak nggih. Hati niki zikir akbar niku saya selaku kepala desa sampun kula agendakaken nggih menika setiap tahun sepindah Bu. Jadi setiap suro insya Allah kula selaku kepala desa selagi kula masih njabat insya Allah badhe kula wontenaken nggih menika pengaosan almanakib zikir akbar
gimeniko ingkang manggenipun wonten ing dusun Tungu. Dadi saderengipun punika manggen wonten masjid, kula pun rapat kalih rincang-rincang khususipun panitia Desa Tungu, Korwil wilayah Kecamatan Godong, sewilayah Godong lan Kroto. Anggenipun bentuk panggenan niku kiwuan Bu Pak dados sewau badhe dipun tempataken teng Bali Desa, namun nggih kawontenan kurang mumpuni. Dados niki pun sepakati sedaya panitia saking Korwil wilayah Godong lan ugi Ngroto alhamdulillah dipun panggenaken wonten nggih menika serambi Masjid Baitul Jabbar. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya kanthi rawuh pinarak sekecakaken nggih menika menikmati sareng-sareng donga bebarengan, dikir bareng, ndongaaken arwah-arwah ingkang sampun sedo, mugi-mugi kanthi donga kula panjenengan sedaya tansah saged ndamel pengenteng-enteng dhateng nggih menika arwah kasebat. Pun tampi sedaya amalipun ingkang sae, dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, ngoten nggih Bu nggih. Di saya selaku kepala desa nggih namung sekedhik maringi himbuan dhateng panjenengan sedaya ingkang wedal punika wulan Agustus, kula selaku pemerintahan desa nyuwun dhateng panjenengan sedaya monggo dipun semangataken anggenipun ngawontenaken Agustusan. Kranten Agustus punika wulan 17 Agustus hari kemerdekaan kula panjenengan sedaya Bu. Kula panjenengan sedaya kantun menikmati, kantun nggih menika duweni nek punika sampun negara merdeka, perjuangan menika ingkang perjuang nggih menika para pahlawan menika ingkang sampun sedo menika mboten kanten-kanten anggenipun perjuangake negara Indonesia Bu. Pak dados niki kula selaku kepala desa nyuwun dhateng panjenengan sedaya monggo dipun anjuraken saking pemerintah, pun semangataken kersanipun semangat do sami-sami masang bendera khususipun warga Tungu, lingkunganipun dipun resiki, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi nggih menika sesarengan berdoa pun paringi sehat guyub rukun warga kawula, pun paringi nggih menika tanemanipun sae, dados pun paringi rejeki ingkang melimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih. Dados salajengipun niki musimipun musim iklim panas Bu Pak. Dados nek panjenengan ngrawuhi pengaosan teng pundi mawon, tindak pundi mawon, monggo dipun cek kompor gasipun, dipun cek listrikipun, terminal-terminal punika dipun cabuti kersane mboten ndadosaken konsleting listrik. Awit nek wonten kebakaran nggih, menika kula panjenengan ingkang rugi piyambak. Dados niki kula selaku kepala desa nggih ngimutaken khususipun dhateng warga kawula, warga Tungu lan ugi ingkang rawuh ingkang hadir wonten ing majelis zikir akbar wonten ing Masjid Baitul Jabbar Desa Tungu. Lan mugi-mugi mboten wonten permasalahan. Salajengipun kula selaku nggih menika penanggung jawab pelindung atas kegiatan nggih menika zikir akbar almanakib wonten ing Masjid Baitul Jabbar, kula mewakili rincang-rincang kepanitiaan khususipun panitia sewilayah Godong lan ugi sewilayah Ngroto lan ugi rincang-rincang kawula Desa Tungu ingkang sampun rancang sewulan saderengipun dipun rancang alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan sae, kathah ingkang hadir ingkang rawuh khususipun para habaib, para masayih, mugi-mugi kanthi krawan panjenengan sedaya saestu saged nyemangataken warga kawula ingkang dereng sadar kawontenan pengaosan. Dados ingkang intinipun kula suwun mugi-mugi warga kawula khususipun Desa Tungu saged nggih menika sadar kawontenan pengaosan, sadar kawontenan bakal wonten kematian. Ngoten nggih. Kula suwun kanthi sanget kanthi donga kula panjenengan sedaya sewau mugi-mugi wonten berkahipun, guna faedahipun khususipun kangge nggih menika masyarakat Desa Tungu.
Salajengipun kula minangka mewakili panitia Al-Khidmah di Desa Tungu nyuwun pangapunten mbok pilih rincang-rincang panitia Korwil sewilayah Godong, sewilayah Ngroto anggenipun paring papan pinaraan pahormatan lan ugi sakmangkeh lan taman kirang remenaken dumateng sedaya ingkang hadir ingkang rawuh kula mewakili sedaya panitia nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathah. Salajengipun sak rampungipun adicara nggih menika Al-Khidmah Dzikir Akbar wonten Masjid Baitul Jabbar mbok pilih sak mangke sampun purnanipun acara kula selaku nggih menika pelindung penanggung jawab acara ing dalu punika nggih namung saged ndedhungaken dumateng sedaya para rawuh mugi-mugi kanthi perjalanan panjenengan kundur wonten dalemipun piyambak-piyambak tansah pinaringan keselamatan dumugi griyanipun piyambak-piyambak ngoten nggih Pak Bungih. Saking kula mboten kathah-kathah ngen kula matur awit nggih tasih wonten sambutan-sambutan malih lajeng mangkeh maido hasanah saking kula kula cekapi semanten bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah rahimakumullah, dimohon juga sambutan mewakili masyarakat Desa Tungu yang akan disampaikan beliau Romo Kiai Abdul Fattah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Iqra. Waktu dan tempat kita haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'dini mahabbataka wal ma'rifataka wal barakata ilayya wa lihadihi jama'ah amin ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dal jalali wal ikram. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Wa dengersani pun sedaya para habaib ingkang tansah kita dherekaken menapa dados perjalanan sunah-sunahipun. Sedaya para masyayikh, para kiai, afadinal alim wal ulama ingkang saged hadir wonten ing majelis zikir punika ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para imam khususi, tokoh masyarakat, sedaya para hadirin wal hadirat, iktisor wal iktifa, penyebutan nama wonten ing ajeng mawon kersane cepet ngoten nggih. Niki pun jam 10:30. Ingkang kau sepisan kita sedaya tansah ngaturaken syukur wonten ngersaipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi rawuh kita sedaya punika perjalanan saking dalem punika estu Allah Subhanahu wa taala paring ridho dumateng kita pikantu ilmu ingkang manfaat sehingga kita sedaya sak mangke saged nderek lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebet swarganipun kanthi
sarang-sarang. Amin Allahumma amin. Ingkang kekalih selawat dan salam mugi kaaturaken junjungan pilah agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam binjang wonten ing alam kerepotan estu kita sedaya pikantuk inahipun pikantuk syafaatipun kanthi mahabbah kita tresno kita wonten ngersanipun junjungan kita Nabiullah agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambutan wekdal ingkang sekedhik punika minangka mewakili dari panitia tadi menyebutkan mewakili dari organisasi Nahdlatul Ulama nggih dan tokoh masyarakat Al-Hidmah niku NU, NU juga Al-Hid. Amin Allahumma. Teng mriki kita sedaya nika ngalap berkahipun Mbah Hasyim. Muga-muga kita sedaya punika dipencatet dening Allah muridipun Mbah Hasyim. Amin Allahumma. Para-para guru kita, mursyid thariqah kita, kita sedaya saged nderek guru-guru kita, mursyid thariqah kita. Amin Allahumma. Mugi-mugi anti kita sedaya nika disirami dening Allah Subhanahu wa taala kaya nyirami tanah ingkang gersang sehingga kita sedaya niku saged numbuhaken anti kita usul dumateng Allah Subhanahu wa taala mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bibecek ngentikan tentang NU punika setiap kegiatan NU punika alhamdulillahirabbil alamin baik struktural utawi non struktural alhamdulillah warga tungu umum dumateng warga Godong punika alhamdulillah mayoritas niki adalah kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Daipun Kanjeng Nabi man akroma aliman fakot akromani nggih wa man akromani fakot akromallah wa man akromallah fama'wahul jannah. Kita sedaya cinta dengan habaib, cinta dengan beliau Rasul, cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan orang alim baik masih hidup atau sudah mati, ini adalah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti fama'wahu jannah. Kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan ini majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit sakitnya hilang, yang nembe susah-susah hilang, sing lagi duwe anak masalah-masalah hilang, tapi anake ojo hilang. Amin Allahumma. Sing lagi orang di duwe dijembarno duwee, tinggu sanggung ibadah, utange lunas kabeh, bujune solih solih kabeh. Amin Allahumma amin. Sing jumblu rasa khawatir tak dungak nondang duwe. Oh, bapak-bapak yo uman amin wae niki. Ya. Wis ngoten niki ingkang saged kula aturake. Kawula mewakili sedaya masyarakat desa Tungu, terlebih bapak kepala desa kathah ingkang sampun kasampaiaken, ini adalah kerjasama masyarakat desa Tungu baik lembaganya, baik pemerintahannya niki antusias semuanya mendukung dengan kegiatan zikir akbar punika dan mendoakan semua para masyayikh guru kita semoga kita mendapatkan berkahnya sehingga berkah ini kita bawa di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kelak kita bersama-sama guru kita bersama Kanjeng Nabi melebihi syukurnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kita ke Maidu Hasanah, di sini ada beberapa pengumuman kasewun rohipun. Yang pertama, besok Sabtu malam Ahad tanggal 12 Agustus 2023 dalam rangka haul Kecamatan Tanggung Harjo yang akan dilaksanakan di Balai Desa Desa Sugimane.
Desa Sukimani. Acara dimulai Ba'da Isya awal. Selanjutnya Senin malam Selasa tanggal 14 Agustus yaitu Hall Desa Manggarmas bertempat di Masjid Darun Naim Melati Manggarmas. Acara dimulai Ba'da Isya awal. Selanjutnya Rabu malam Kamis tanggal 30 Agustus yaitu Hall Kecamatan Godong yang akan dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Godong. Acara dimulai Ba'da Isya awal. Untuk mendukung acara Hall Kecamatan Godong dari panitia akan menjalankan sorban keliling. Dimohon para jemaah bisa mengisi seikhlasnya. Untuk menambahi keberkahan pada malam hari ini, sorban keliling diiringi dengan salawat para santri. Disuwun rawuhipun para jemaah, besok Kamis malam Jumat tanggal 3 Agustus bertempat di Musola Miftahul Huda atau Pitulasan Roto. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Untuk selanjutnya para jemaah yaitu Maidudul Hasanah, dimohon Maidudul Hasanah di sini yaitu beliau Al Habib Abdullah Al Hindwan. Waktu dan tempat kita haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبقية الصالحين. صلاة والسلام عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pengersanipun para habaibun al-kiram, para masyayikh, para ulama, para kiai ingkang sedaya kula hormati, kula ta'zimi, ingkang boten saged kula sebat setunggalipun, kraton sampun dipun sebat kala wau, ugi kula idem kalih ifatah kala wau, insyaallah tanpa ngurangi rasa takzim kawula, mugi-mugi atallallah baqa'akum fi sihatin lutfin wa afiyah sedaya mawon, amin ya rabbal alamin. Ugi teng resanipun balurah perangkatipun saya sepuh pinisepuh sedaya jamaah hadirin hadirat ingkang minulya, alhamdulillah wa syukurillah punapa ing dalu punika kita saged kempal tengene majelis yang insyaallah panuh barokah menika. Mugi-mugi anggen kula panjenengan rawuh teng majelis punika estu bekta pinten-pinten manfaat barokah maslahah fid din wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ngemoti kala wingi kita sampun memperingati tahun baru Hijriyah ingkang sak menika nggih menika 1445 Hijriyah. Niku tandane berarti kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjarak sekitar 14 abad. 1445 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah bersama Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau hijrah sampai ke Madinah di hari Senin. Beliau hijrah sampai Madinah di hari Senin. Semoga kita semuanya di sini termasuk orang-orang yang mendapat berkahnya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu ana. Orang yang hijrah itu adalah orang yang melakukan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan insyaallah kita sedaya ngikuti perintah Allah taala dalam rangka berzikir sarang-sarang. Qala Allah taala, fadzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian semuanya, berzikirlah kepadaku Allah taala, ingatlah aku, adzkurkum, maka aku akan ganti berzikir mengingat kalian dengan memberi pahala. Waladzikrullahi akbar. Dan ketika Allah mengingat kita, maka balasan yang kita dapatkan akan melampaui daripada imajinasi kita, melebihi daripada apa yang dapat kita bayangkan. Pahala fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ora ana kebaikan melainkan balasannya itu juga kebaikan. Al jaza min jinsil amal. Pahala, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau wau Ustaz Fatah sambung menyebutkan hadis atau maqalah, man akroma aliman maka faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, dan seterusnya. Wa mawahul jannah. Orang yang memuliakan orang alim, insyaallah dia adalah orang yang nantinya tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kula namung nerusaken wonten setunggal dawuh niki terakhir. Mang kula cepetke mawon. Dawuh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akroma syabun syaikhon li sinni. Ma akroba
ma akrama syabun syaikhon di sini illa qayyadallahu inda sinnihi man yukrimuhu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah ada anak muda yang memuliakan orang tua, memuliakannya karena sepuh. Wong tua dibosoni, boso kalit yang sepah, menawi melampah tengah jengi yang sepah boten unyak unyuk boten anggeran, alus kalih tiang sepah, boten bantah, raketang pamira ras setuju tapi boten dibantah. Pokoknya saya kalih tiang sepah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qayyadallah man yikrumuhu fi sinnihi, anda sinnihi. Maka Allah Ta'ala nanti pada masa tuanya pemuda ini, Allah Ta'ala akan mendatangkan orang yang akan gantian memuliakannya, akan gantian memuliakannya. Al-amal min jinsil, al-jaza' min jinsil amal. Balesane wong mulyake wong dimulyake, balesane wong bersenyum, tersenyum kepada orang lain akan mendapat senyuman. Orang yang suka membantu orang lain pasti dibantu orang lain, dan seterusnya. Dan sebaliknya, orang yang suka membenci orang lain akan dibenci oleh orang lain. Orang yang suka provokator kepada keburukan akan nanti pada saat tertentu dia akan diprovokatir untuk dibuat jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Al-jaza' min jinsil amal. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini, pemuda yang memuliakan orang tua, baik terhadap orang tua, masa tua pemuda tersebut, nanti akan ada orang yang memuliakannya. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa ini bisyarah, ini kegembiraan bagi pemuda muslim. Anak-anak, kangkang santri, pemuda-pemuda, anak-anak muda yang mau menghormati orang tua, lebih-lebih orang tuanya, dibisyarahi oleh Rasulullah, dia, kata Imam Ghazali, dia akan hidup lama atau panjang umur. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut, pemuda tersebut akan panjang umur. Masa tuanya berarti dia akan sampai mencapai masa tua. Akan ada orang yang memuliakannya seperti dia memuliakan orang tua ketika dia masa muda. Alhamdulillah. Mila monggo sedaya pemuda-muda terutama kula mboten wantun matur ngandani tiang sepah mboten pantes ul adab kinamung intifak tenggene tiang sepah kula nom-noman kula tujuan kula matur tenggene nom-noman monggo nom-noman lari-lari rencang-rencang sedaya hormatilah orang tua, apalagi orang tua kalian, guru kalian, orang-orang yang di depan sini insyaallah berkahnya masyaallah, kita semuanya insyaallah dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari majlis ini dalam keadaan kita dikabulkan hajatnya, diampuni dosanya oleh Allah ta'ala, dijadikan semuanya sebagai orang-orang yang soleh solehah, dan insyaallah kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelintah-kelintune kula nyuwun agung pangapunten hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa bihi syaitana Muhammadun wa bi qoradi syaitana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal dzakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik.
As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alika wa alika ya Sayyidana ya Habibana ya Rasulullah agithna agithna syari amjiatillah Allahumma gfirlana dunubana khotayana syarafana kulha wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigur Allahumma nas'aluka ridhaka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika an-nar Allahumma ja'alna wa awladana min ahlil ilmi wa al-khair wa ahlil quran wa latajanna ya Allah wa ayyuna al-shad wa tiwadugyan Allahumma ja'alna ya Allah wa awladana min al-ulama al-amilin al-marzukin al-mukhlisin al-mujtahidin al-mujahidin fi sabilika ya Allah ya rabbal alamin Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alana ya maulana innaka tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma la tad'al lana fi hadzal majlis fi hadzal masjid al mubarak dhanban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala karban ila nafastah wala maridan ila syafaitah wala aduan illa ahlakdah wala hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta birahmatika ya arhamar rahim Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-istiqamah Allahumma tawil umurana wa nawir qulubana wa saddid imanana wa sahhit sadana wa bayyit wujuhana wa qurri uyunana wa qdi duyunana wa yassir lana umurana wa wasi' rizqana birahmatika ya arhamar rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa ihdina al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi washabbi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Dimohon para masyayikh, para habaib ramah tamah di dalam babak Miftahul Huda, yaitu rumahnya di depan masjid ini, tepatnya selatan masjid ini. Dan untuk para imatul khususiyah, para amatul majalis, kasuhun ramah tamah di dalamipun babak Damsuri, yaitu utara masjid ini. Dan para jamaah ngrahapi nasi bungkus ingkang sampun dipun aturaken dening panitia. Beliau
الصفات.